معي حول الموضوع بسكايب من الغوطة الشرقية مازن الشامي مراسل وكالة قاسيون في دمشق وريفها. إذن محاولات مستمرة ورغم الاتفاق، والتصدي تطلب تبادل إطلاق النار، عن أي حصيلة نتحدث؟ نبدأ بالخسائر البشرية لو سمحت. نعم، مساء الخير، كل عام وأنتم بخير. طبعا اليوم وأنت بخير. بالنسبة للخسائر ما بين الجيش الحر وأيضا ميليشيات الأسد، من الجيش الحر لدينا 5 شهداء سقطوا نتيجة قصف بقذيف الدبابة، بالمقابل هناك حوالي أكثر من 25 قتيل لميليشيات الأسد. طبعا بالنسبة للدبابة التي قصفت 5 عناصر مباشرة تم تدميرها من قبل الجيش الحر. طبعا لليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك، ولليوم 15 من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في روسيا في الغوطة الشرقية بين روسيا الاتحادية وفصائل الغوطة الشرقية، لا زالت تتواصل خروقات ميليشيات الأسد، وخاصة يعني لعين ترمى وحي جوبر وعدة مدن وبلدات. اليوم سقط أكثر من 50 صاروخ أرض فقط على عين ترمى وحي جوبر، بالإضافة لأكثر من 90 قذيفة مدفعية، بالتزامن يعني مع محاولة شرسة لميليشيات أسد مدعومة بالدبابات ومئات العناصر اقتحام حي جوبر من جهة المتحلق الجنوبي، بالإضافة لمحاولة اقتحام بلدة عين ترمى من جهة الكازية، في محاولة راشلة من ميليشيات الأسد لفصل حي جوبر الدمشقية عن الغوطة الشرقية. الحمد لله استطاع الجيش الحر من نصب كمين محكم عصر اليوم لميليشيات الأسد، تم فيه استدراج ميليشيات الأسد إلى بناء، ومن ثم تم تفجير البناء بما فيه من عناصر لميليشيات الأسد. طبعا تم التأكد من قتل 30 أو 25 عنصر، طبعا العدد قابل للزيادة لأنه يوجد عشرات الجرحى من ميليشيات الأسد جراء ذلك التفجير. طبعا أيضا تمكن في الجيش الحر من تدمير عربة شيركة وعطب دبابة وجرافة في أثناء محاولة اقتحامها لجبهة عين ترمى. كما ذكرنا استشهد 5 عناصر من أبطال فيلق الرحمن المتواجدين هناك أثناء صد الهجمة الشرسة على عين ترمى وحي جوبر. الآن كيف هو الوضع هناك؟ طبعا الآن هناك اشتباكات متقطعة والقناصات تستهدف أي شيء يتحرك من قبل ميليشيات الأسد، بالمقابل يعني الثوار جاهزون هناك، لكن القصف لا يكاد يتوقف، يعني القصف بصواريخ الأرض المدفعية الثقيلة لا زال متواصل حتى هذه اللحظة. شكرا لك على كل هذه المعلومات من الغوطة الشرقية مازن الشامي مراسل وكالة قاسيون في دمشق وريفها.